طيب ناخد بعض من الاسئله، يلا بينا. نورة الحكيم، مساء الخير يا كابتن شوبير، مساء الخير فارس واسامه، منورين القناه. ليه مفيش موقف من الاهلي للي بيحصل من التحكيم، خصوصا انه بيغير نتائج الماتشات وسببه ممكن نخسر الدوري؟ بص يا كابتن شوبير، خلي الاجابات سريعه. نتكلم بصراحه، النادي الاهلي وقع في خطا في موسم 2021 و2022، ان هو استنى على الاخطاء لما افقدته القدره على التنافس، ثم جه لما خد موقف حاسم وقوي اللجنه اتغيرت. انا اتمنى ان احنا ما نوقعش في نفس الفخ في موسم 2025. طيب اللي بعده على صالح. صالح طبعا انا مش قادر اشوف عشان في كاميرا قدامي، فمش عارف انت كنت. مساء الخير كابتن شوبير، ما تحطها لي في اللي ورايا حتى انا اشوفها ابص عليها يعني. مساء الخير كابتن احمد شوبير، وتحياتي للاستاذ فارس واستاذ اسامه. مش شايف. هنا هيبقى ورايا هي احسن. بالنسبه لمشكله التحكيم، مشكله ضمير، كلنا شفنا كلاتنبرج رغم شرحه للحالات الجدليه في هذا الموسم لم تمنع وجود اخطاء ضد النادي الاهلي. اسامه، انا مش عايز اوصلها لمشكله ضمير، لكن ما اقدرش اعاتب او الوم اي حد بيشوفها مشكله ضمير. لكن اللي انا بقوله ان كابتن ياسر ما اختلفش، لان انا محتاج شفافيه ومحتاج رئيس لجنه حكام يجي يعرض الحوار اللي بيتم على اللقطات الجدليه ما بين حكم الفار وحكم الساحه، لان ده حتى وان ما منعش الاخطاء بس في قلل الاخطاء، وفي بعض الحكام اتخذ قرار بايقافها مباشره. لان الاخطاء كانت واضحه انها ضعف منهم. اللي بعد مش عارف هتحطها قدامي ولا ورايا، حيرتوني. ابو عمر عندي اسئله لحاجات كتيره جدا، نفسي في اجابات مقنعه. ليه كل مباريات الاهلي مع البنك مثيره للجدل؟ احنا قلنا مباريات منحوسه. ليه تاو وبدل رضا؟ بدل رضا، وليه خالد بدل عمر كمال؟ وليه حاله الفرقه كده مبارتين متتاليتين؟ وليه الكل متجرع على الاهلي تقريبا؟ جاوبنا على كل ده. وليه الحنفي وعادل خصوصا ضد الاهلي؟ جاوبنا على كل ده في الجزء الاول. يمكن ابو عمر كان بعت من بدري. اللي بعده، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك والفارس واسامه، الثلاثي الرهيب في خط الهجوم الاهلاوي. وسؤالي الفارس واسامه، لحد امتى هنفضل نتعرض لظلم التحكيمي امام اعين الجميع ولا يوجد اي قرار صارم رادع من اداره الاهلي تجاه هذا العبث التحكيمي؟ وايه اللي ممكن الاهلي يعمله؟ ايه اللي ممكن الاهلي يعمله؟ والله انا عجبني جدا فكره ان الاهلي لما اخطا محمود عاشور في تقنيه الفيديو طلب بشكل مباشر استبعاد محمود عاشور من تحكيم مباراه النادي الاهلي. فلما جاء محمود عاشور بعد غيبه في مباراه السوبر المصري في الامارات، قدر ان هو يقدم نموذج لحكم قادر يكون بيطبق القانون. فعشان كده انا بطالب ان النادي الاهلي، هنقول هنستبعد كل دول، لازم يكون في عقاب، ولازم يكون في استبعاد، ولازم يكون في ضغط جماهيري على الحكم اللي يغلط ضد النادي الاهلي طالما الخطا واضح في وجود تقنيه الفيديو. عايز افكركم بحاجه مهمه قوي يا فارس واسامه، انه كابتن الخطيب في الاجتماع اللي كان فيه الاستاذ جمال علام واتكلم على النقطه دي، وقال لك الاخطاء دي لانه يا اما ما بيبقاش في اخطاء لانه الناس ضعاف، او ما بيبقاش في حمايه، وبالتالي الاهلي بيطالب مبكرا بخبير اجنبي للتحكيم. وده الدور العكس، كان كلام واضح جدا، وكان كلام اتقال من بدري. بل الاكثر من هذا انه الاستاذ جمال علام صرح تصريحا واضحا ان هناك خبيرا اجنبيا سيقود التحكيم مع بدايه الموسم. والاكثر بقى ازيدك من الشعر بيت، انه بتضحك ليه؟ كمل. بتضحكش والله. الاكثر من كده ان المهندس انا بريده، ايوه انا نبدا نسمع كابتن. مش تعقيبا على كلام حضرتك، انا اسف، استاذ جمال علام مش هيعمل حاجه يا كابتن. ما خلاص، ما احنا ولا كان هيعمل حاجه. خلينا كمل. المهندس انا بريده صرح قال لك انه احنا هنجيب خبير تحكيم اجنبي. ده حقيقي. وكان بيفكر فكرتين. الفكره الاولى يجيب كلينا وبوساكا والناس دي يدوا محاضرات، وبعدين في الاخر قال لك لا يا عم انا هجيب خبير تحكيم اجنبي على طول. لكن تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. احمد اللاباداني بيقول ايه بقى؟ مساء الخير كابتن شوبير، ملوك التحليل الرياضي في مصر، سؤالي للعمالقه، ما توقعاتكم لمباراه التحدي، والى متى التحكيم المصري ضعيف، وما هي رؤيتكم لمنظومه التحكيم المصري؟ فارس، مباراه التحدي صعبه جدا، خصوصا لو كان طرفها بوتافوجو على حسب هو طرفها بوتافوجو. صعبه جدا جدا، وفي رايي يعني اصعب من مباريات كمان مع فرق امريكا الجنوبيه كنا بنخطها، لان بوتافوجو فريق
بيلعب كوره فيها احترام للمنافس، كوره فيها شراسه، فيها شراسه شرس جدا. احنا ان شاء الله نكسب بتفوجا كابتن. لا انا بقول لك والله، لا انا بقول لك ممكن يكسب، ممكن لو واجه ريال مدريد، لكن لو واجهنا ان شاء الله. لا هو قوي جدا، فريق قوي، طرد من اول دقيقه، بس انا متابعه، لا طرد من اول دقيقه، عنده انتصارات، بيلعب كوره فيها مستوى لياقه بدنيه عالي، كوره فيها شراسه، منظومه التحكيم هتفضل كده طول ما مفيش خبير اجنبي. لسبب احد الصحفيين منتمين للنادي المنافس قال جمله والله العظيم الناس بتتعامل معاها ان هي جمله سهله وبسيطه وهي في منتهى الخطوره. قال ان يا جماعه الحقوا النادي الاهلي ده عايز يروح يجيب خبير تحكيم اجنبي وما يبقاش متواجد كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن جمال الغندور عشان الاهلي ياخد الدوري. دي رساله يبدو ليك ان هي اتهام للاهلي، ولكن هي رساله تشرف النادي الاهلي انه عايز خبير تحكيم اجنبي، وان يتقال ان في وجود ناس ضيعت الدوري من النادي الاهلي هم دول اللي ممكن يجيبوا الدوري للانديه المنافسه. بس يا بس احطها، الله يخليك، احطها ورا للضيوف وليه انا ورا عشان بس نبقى شايفين القصه شكلها عامله ازاي. يلا بينا. حلو كده قوي. لا اللي في الاولاني كان حلو قوي. ايوه كده 100 فل 14. سؤال لو سمحت يا كابتن، لماذا لم يتقدم الاهلي بطلب لاعاده مباراه البنك لوجود خطا في تطبيق قانون الفار؟ مش قانوني، مما ادى الى حرمان الاهلي من نقاط المباراه. وشكرا. مش قانوني، لان الحكم كان لازم يعترف ان هو اخطا خطا قانوني في 24 ساعه، وده ما حصلش. مش قانوني. اللي بعده. مساء الخير عليكم، ده علي. علي ايه؟ علي الاسمر. علي الاسمر. بغض النظر عن ملف التحكيم والتهريج اللي حصل فيه، الاهلي محتاج ايه عشان يرجع يعمل سلسله انتصارات زي الاول؟ سؤال حلو. منح فرص لبعض اللاعبين اللي بياخدوا على الدكه وهم عندهم قدره ان هم يثبتوا نفسهم. نعم. تركيز من كولر، دعم في يناير يخليك تقدر توصل لبقيه الموسم وتروح كاس العالم للانديه بشكل فيه نتائج ايجابيه. طيب اللي بعد. حميدو، مساءكم انتركونتيننتال. حلوه دي يا حميدو، مساءكم انتركونتيننتال. والله ممكن نعمل فقره باسم مساءكم انتركونتيننتال. حلوه دي قوي خلاص، لان انا كمان قصه الزوم كنت هعمل معاكم النهارده الزوم والناس كلها، بس برضه في حاجه كده ما ظبطتش معانا عشان نزود شويه، لكن الفتره الجايه تبقى اكتر باذن الله. طيب مساءنا انتركونتيننتال، ومساءك ومساء كل انتركونتيننتال اللي بيشارك فيه الاهلي لوحده من مصر. الناس الاقرب لقلبي كابتن شوبير واستاذ احمد وابو فارس، الاهلي ليه مش واخد حقه اعلاميا في تخطيط الحدث العالمي اللي بتنظمه الفيفا؟ تصدق بيتكلم صح يا اسامه؟ طبعا تصدق بيتكلم صح جدا حميد، وكل كلامه اوت اوف ذا بوكس. الاهلي دايما يا كابتن اللي بيمنحه حقه الاعلامي، ومش اقصد حاجه بس للاسف هي قناه الاهلي فقط لا غير. برغم ان النادي الاهلي لو موجود في اي دوله في العالم، انت تقدر تعمل كميه برامج وتجيب اعلانات ومعلنين وتسوق اسم فريق من بلدك اعلاميا بشكل ما اعتقدش هتلاقي في الوطن العربي اهم من اسم النادي الاهلي. الحاقه اللي ده بس يا كابتن حاجه غريبه برضو. انا بقرا النادي الاهلي في عيون الاشقاء العرب افضل بكتير من منصات اعلاميه في مصر، وده بالنسبه لي غريب جدا. بشوفه في عيون يعقوب السعدي. نعم. بشوفه في عيون هشام الخالصي، وشمال افريقيا بشوفه في عيون كتير جدا من العرب. في المقدمه واحنا بنجيب اللي هو الفي او او الفويس اوفر او التعليق الصوتي، معظمه بصوت زملائنا المعلقين. عبد الله، عامر عبد الله المري، عامر عبد الله وخالد الحدي وخليل البلوشي وفارس عوض البعض بيخاف يمنح النادي الاهلي حقه يا كابتن لا يتعرض لهجوم جماهيري. نظريه المساواه غير المنطقيه. الاهلي ليه مش واخد حقه اعلاميا؟ خلاص بقى قال لك يا جماعه الاهلي الخميس الجاي اسمه هينور وسط عتاوله الكره الارضيه، وعندنا هنا سايبين كل ده ومركزين في مشاكل الاهلي وبس. والله بشكرك يا حميدو، يعني رساله فيها كثير من المعاني وفيها كتير جدا من الرسائل، بشكرك بجد. طيب هاني ادريس صديقنا في اليونان، تحياتي لفارس واسامه وليك يا كابتن شوبير. سؤالين مشتركين. من النقاط السلبيه والغريبه جدا هو قله الجماهير في مباراه الاهلي وخاصه المحليه، ايه الاسباب وحلها ايه؟ فارس. طب كابتن شوبير، اولا اسعار التذاكر ماشي. ثانيا حقيقه لا يجب ان نغفلها، وهي ان استاد السلام جمهور النادي الاهلي في حضوره فيه ما بيكونش افضل حاجه. انا بقول لحضرتك شعبيه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، انا عايز اقول لحضرتك لو في اسوان المباراه دي هتبقى عامله ازاي، لو في المحله، لو في طنطا، لو في اي محافظه، لو حتى موجود في استاد اسكندريه، لو بنتكلم في برج العرب. انا عايز اقول ان استاد السلام يعني مبارياتنا نتائجها فيها مش افضل حاجه، والحضور الجماهيري نتيجه يعني امور وازمات كانت حاصله في السابق مش افضل حاجه. هل ممكن الاهلي يتعاقد على سبيل الاعاره مع تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم او مع احدهم في كاس العالم الانديه؟ اتمنى. بيتكلم على غرار السله اتمنى جدا، خاصه هل ده هيبقى مسموح؟
هم هيفتحوا من اول هيفتحوا ستة. وعندك 10 ايام قبل البطوله، فاتمنى دول اولا ولاد النادي الاهلي مؤثرين جدا، مش هياخدوا وقت في انهم لو جم قبل البطوله باسبوع هتلاقيهم موجودين في ارض الملعب. انا هختار واحد هيكون تريزيجيه لمده 6 شهور. لمده 6 شهور؟ اه 6 شهور. ايوه مش لمده البطوله، لا لمده 6 شهور. وانت لمده قد ايه؟ لا انا تريزيجيه لو في سنه متاحه. لا انا عايز تريزيجيه يختم اصلا معانا يعني يجي معانا. لكن المشكلة حمدي فتحي برضه كابتن مهم جدا، حمدي ده عظيم واسم من وجهه نظري اعظم من بعض بالتاكيد، ولكن انا لو هميل لواحد من الثلاثه في كاس العالم تحديدا انا اروح لحمدي فتحي. هنا تبرز قيمه الاهلي كمان يا فارس، الناس كتير بتتكلم واللعيبه ومشوهم. الاهلي مشى رمضان صبحي هو قد ايه؟ وتريزيجيه هو سنه قد ايه؟ حمدي فتحي هو قد ايه؟ ومحمد عبد المنعم هو قد ايه؟ ولما جه الحجازي، ولما جه الحجازي والدوري الانجليزي، وعندك عمر سيد معوض ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، وعندك عمرو خالد بيبو شوف برضو عامل ازاي. يعني المدرسه شغاله، وتجربه التشيك يمكن ما نجحتش قوي لكن كانت تجربه جيده. اللي بعده محمد خليفه فريد شوقي. مساء العظمه يا كابتن شوبير، والعظمه تاتي من وضع النادي الاهلي العالمي ومع اقتراب موعد قرعه كاس العالم للانديه الخميس القادم بالولايات المتحده. سؤالي لقلم الاهلي الحر فارس واسامه، توقعاتكم الاهلي في القرعه، قالوها مين من انديه تبقى معانا، قالوها، والى اي مدى سيصل الاهلي. خلينا برضو اللي قاله صديقنا محمد ده مهم جدا، يعني انه العظمه تاتي من وضع النادي الاهلي العالمي. طب فخلينا دائما وابدا احنا نبرز هذا الحدث ونبرز هذا الانجاز للنادي الاهلي، انه يا اخي ما في بطوله عالم تقريبا في العشر سنين الاخيره انت مش موجود فيه اغلب المشاركات. وكابتن انا عايز اقول حاجه، انا دايما بقول ان النادي الاهلي لا ياخذ حقه في تصنيفه العالمي. انا دايما اصفه بالمونديالي، اصفه بالعالمي، لان احنا قلت عندنا نادي هندرك بعد كام سنه بعد ان كان عندنا الفرصه دي وما عرفناش نعز هواها. انا متخيل يا كابتن في ناس بتسخر من وجود النادي الاهلي في التصنيف الثالث في بطوله، يعني انا اسف، انت لو عديت من جنب اقرب مدينه بتتلعب فيها هتبقى حققت اقصى احلامك. لا من جنب اقرب مدينه بحوالي 8 ساعات مثلا، يعني تكون قريبه ب 1000 كيلومتر لميامي. الموضوع صعب جدا. بتحلم ترجع تشارك في دوري ابطال افريقيا؟ والله يا كابتن ما بهزر، شفت ناس بتسخر النهارده النادي الاهلي في التصنيف الثالث، التصنيف الثالث وسط مين؟ مانشستر سيتي وريال مدريد. في رموز لانديه اخرى بتتمنى تشارك في بطوله. وعايز اقول حاجه، هو تصنيفك اللي اصلا خلى انديه اخرى في مصر ما تشاركش في البطوله، فانت بتتكلم على حاجه تصنيف ثالث. خلينا نلقى عبر السوشيال ميديا لفارس واسامه، يلا بينا. مادن المصري، فهموا الجمهور ان الاهلي مش في البطوله لوحده، اننا استحاله هنفوز بكل المباريات. الريال والبارسا والليفر والسيتي بيخسروا مباريات اكتر من الاهلي بيخسر. رجاء التزام الهدوء وعدم الخروج عن النص تجاه النادي ورئيسه اللي هو انجح رئيس في تاريخ النادي. يسلم في امك يا مادن. حد ليه تعليق؟ لا طبعا، هو طبيعي جدا ان انت بتتعرض لبعض النتائج السلبيه، ولكن دي طبيعه جماهير النادي الاهلي اللي هي بس بقول لك عدم الخروج عن النص. لا ده راجل، بص راجل جميل قوي، احنا ضد الخروج عن النص. رجاء التزام الهدوء وعدم الخروج عن النص. احنا دايما بنقول لك كابتن شوبير تناول بلا تطاول. ده صحيح، تناول زي ما انت عايز. اللي بعد نعم بيتكلم على الناس اللي حتى الجمهور نفسه لا وحتى الجمهور نفسه تناول وانتقد بدون الخروج عن النص. اسامه فاروق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كابتن شوبير وضيوفك الاعزاء. حابب من ضيوفك يشوفوا لنا حل في الصفحات اللي بيقودها ناس غير مؤهله، لا اعلاميا ولا فنيا، ونشر اخبار وثاني يوم عكسها بتجرب اخبار النادي والفريق لمصالح شخصيه في جميع التعليقات واللايكات. اتمنى ولو دقيقه توجيه كلمه لهؤلاء الاشخاص. كابتن شوبير احنا عندنا منهج من بدري بنتكلم فيه فيما يخص فكره الخبر والسبق والحصري والكلام ده. يا جماعه في حاجات انت بتعملها، انت حبك للنادي الاهلي وتفاعلك مع النادي الاهلي ده وسيله مش غايه، وسيله لدعم النادي الاهلي. فان انا اتحول عشان السبق والخبر والانفراد، وللاسف انا مش عايز اذكر معلومه السبع ايام يا كابتن شوبير اللي تخص عقوبه امام، واللي البعض خد حجه عليك وهي لم تخرج من النادي الاهلي رسميا. بيان النادي الاهلي كان واضحا، تغريم قرر النادي الاهلي تغريم امام عاشور مبلغ كذا، ولكن يا كابتن شوبير اللي على الشاشه ده خرج من اهلاويه وبعض المنصات الاهلاويه اللي قالت ان امام عاشور عقوبته التدريب منفرد 7 ايام. انا نفسي افهم ايه الحب في السبق والحب في المعلومه والحب ان لم تكن صحيحه وعلى حساب النادي الاهلي. نعم حلو. عبد الرحمن وهبان، كابتن شوبير حارس الاهلي الامين منور بيتك، اشكرك. عايز اسال الكباتن فارس واسامه، وانتظار الخبير الاجنبي لاداره لجنه التحكيم هينتظر لحد ما يتم توجيه الدرع لحد غير الاهلي بخصوص التدعيمات؟ محتاجين مهاجم سوبر مع وسام،
واثنين قلب دفاع، ترشحوا مين من الدوري المصري من المحليين؟ اسام، اولا الحمد لله رب العالمين ان يوم 10 ديسمبر هيجي بعد رابع جوله فقط لا غير في الدوري، وبالتالي احنا مع 10 ديسمبر نامل ان يكون موجود خبير تحكيم. عايزين نوضح للناس انه في 10 ديسمبر هتكون بدايه كاس الرابطه. موقف الاهلي كاس الرابطه بقى دي قصه. ما هو كابتن، لا انا ما بتكلمش على الاهلي، انا بتكلم على كاس الرابطه بشكل عام. بالظبط، فمش هيبقى في دوري عام. بالظبط، فدي نقطه في الاهلي انا اتكلمت فيه في البدايه كتير. بالظبط، فدي نعم. نقطه مهمه جدا ان الحمد لله اربع جولات فقط لا غير، ونتمنى ده اللي بنوجهه للمهندس هاني مريده من اول يوم. انت عارف قضايا كره القدم المصريه وعارف مشاكلها وقادر ان اردت على حلولها، فنتمنى ان شاء الله يكون في خبير تحكيم اجنبي. بخصوص الصفقات، انا مش شايف ان احنا محتاجين اثنين سنتر باك، لان مع عوده اشرف داري نتمنى نشوفه اشرف داري مكسب كبير جدا جدا جدا، فانا شايف لا ممكن يكون في الجانب الهجومي احنا محتاجين اكتر. تمام، مع سنتر باك واحد. ليه شلتوا الرساله اللي قبلها؟ احنا مصحصحين قوي. كره مع حاجه بتعدي هنا، كره مع الماجيكو. مساء الورد يا كابتن شوبير، اعظم اعلامي، الاعظم برنامج، حارس الاهلي في اعظم قناه في العالم. ده شكله مش اهلاوي خالص، ده خالص مش علاقه يعني. كنت محتاج استفيد من خبره محمد فارس، اتوقع لنا مجموعه الاهلي في مundial الانديه 2025. هو ما توقعش، هو تمنى في نفسك حاجة. هو تمنى والله. وليه الاهلي في كل موسم في هذا التوقيت بيفقد نقاط من فرق سهل انه يكسبها؟ لا مش قصه سهل انه يكسبها، لان مباراه الاتحاد ما اقدرش اقول ان هي سهله. بالاتحاد بوضعه والسكواد بتاعه السنه دي وبابا فاسيليو، وعلى الجانب الاخر كمان ما اقدرش اقول ان البنك الاهلي اللي نتائجك معاه يعني هي مقارنه بنتائج فرق مفترض ان هي منافسه تاريخيه زي الزمالك. لا ده انت نتائج البنك لو شفت في عدد المباريات هتلاقي البنك اصعب من الزمالك. ما انت شيل كلمه البنك هيبقى الاهلي الاهلي. انا حاسس ان في حاجه متعلقه بعلاقتنا بالبنك الاهلي. فانا شايف ان لا، المباريات ما بنفقدش نقاط في مباريات سهله، ولكن الغريب يا كابتن شوبير وده مناقص الخطر، ان في اربع جولات تفقد نقاط في جولتين. ده مش معتاد بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله لم تتكرر. على فكره كابتن الاتحاد مش يعني لا، انت فقدت نقط سهله امام الاتحاد، لان انت نتائجك اخر 9 جولات مع الاتحاد انت بتفوز على فريق الاتحاد. حتى فريق الاتحاد هزم المباراه التاليه على طريق الجيش. لكن البنك هي اللي فعلا نتائجنا معاه بتبقى صعبه شويه. عبد الفتاح الحفني، اتمنى رضا سليم ياخد فرصته كامله لانه لاعب كبير، رايك ايه يا اسامه؟ انا اتمنى رضا سليم ياخد فرصته ويظهر لنا رضا سليم اللي جمع بدايه الموسم، لان رضا سليم حتى مباراه سان داونز والاصابه في الكتف كانت صفقه رابحه جدا. نعم. للنادي الاهلي بكل المقاييس. من بعد العوده رضا سليم ما رجعش بصراحه. من بعد العوده من الاصابه ما رجعش. هو ما رجعش يعني. وعشان كده نتمنى ياخد ماتشات كتير. اكيد المستوى اللي بيقدمه بيرسي تاو، اكيد المستوى اللي بيقدمه بيرسي تاو مستحيل يكون افضل من اي جناح ممكن يلعب في المكان ده. احمد عوض العيطي، مساء الفل على الناظر وعلى تلاميذ الناظر المتفوقين وبدرجه امتياز مع مرتبه الشرف فارس واسامه، الدرع والسيف والرد بالحجه وباحترام. يا ترى لو عدينا ان شاء الله ورحنا ريال مدريد ممكن نعملها بالقضيه وتبقى تاريخيه؟ مع تحيات عمده الاهلاويه بدي اهليه. اللي بيتفرج على ليجا وبيشوف ريال مدريد وتبانوا المستويات يعرف ان النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت وانا باخد من كلامك، لو موجود بشخصيته، لو موجود باصراره، لو موجود بالحاله اللي شفناها قصاد الهلال السعودي، لو شوف موجود في الحاله اللي شفناها قصاد الريال بنفسه في وقت كنت شايف ان الريال افوق فيه من دلوقتي، لا شايف ان لنا حظوظ ونقدر ان شاء الله نعمل حاجه. واحنا افتكر كلام جوزيه لما جه ريال مدريد وقال لو لعبتوا ريال مدريد وهتخسروا مليون مره اعتبروا ان دي المره اللي هتكسبوا فيها وقد كان.